عليكم. لو انتوا زي حالاتي مدمنين الكوفي ميكس ده، واللي انا الاول كنت بجيب منه الاكياس اللي هي الصغيرة دي، بس من كتر ما انا بحبه طول الوقت بشربه بقيت اشتري بالبرطمان الكبير ده. ولكن مؤخرا قريت وسمعت كتير، وبالذات الدكاترة بتاعت التخسيس عموما دايما كده في الورقة بتاعت المحظورات بيبقى مكتوب ان احنا نبعد عن الكوفي ميكس والاتنين في واحد والتلاتة في واحد. فانا عايز اعرف ايه السبب، ما هو في الاول في الاخر هو قهوة، وانا عارفة ان القهوة ما بتعملش الاضرار اللي تخلي الدكاترة يحذرونا ان احنا نستخدمها. لحد ما اكتشفت ان المشكلة، بعد طبعا ما سألت دكاترة وبعد ما دخلت قريت وكده، عرفت ان المشكلة الحقيقية في الكوفي ميكس ده او في المنتجات بقى اللي زيه كلها اللي هي الاتنين في واحد وتلاتة في واحد والكلام ده كله، في مادة واحدة هتلاقوها مكتوبة في المكونات بتاعة الكوفي ميكس ده، وهي الوايتنر او مبيض القهوة. انا واحدة من الناس كنت فاكرة ان مبيض القهوة ده هو لبن، لبن حليب بودرة، مش لبن حليب، لا لبن بودرة، انا كنت فاكرة كده. لحد ما عرفت ان هو ملوش اي علاقة باللبن خالص. ده الناس يعني هما بيحطوه في النسكافيه علشان الناس اللي ما بتحبش اللبن، او الناس اللي عندها حساسية من اللاكتوز اللي هي مكونات الالبان عموما. في ناس ما بتحبش طعم الالبان، فهم بيستخدموا بديل اللبن مادة مبيض القهوة اللي هي مش لبن وملهاش علاقة باللبن. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن زيوت نباتية مهدرجة. لما عملت الجبنة، الحلقة بتاعت الجبنة اتكلمت فيها عن اضرار الزيوت النباتية، واللي هي بتبقى عبارة عن دهون متحولة والجسم ما بيقدرش ان هو يمتصها. ده من ضمن الاضرار بتاعتها، ان هي زيوت متحولة الجسم ما بيقدرش ان هو يمتصها. بيتكون من سكر بودرة، بيتكون من مواد تانية. يعني احنا بس خلينا في اكتر حاجتين فيهم مشكلة، اللي هي الزيوت النباتية اللي الجسم ما بيمتصهاش وسكر البودرة. كل معلقة من مبيض القهوة فيها 40 سعر حراري. يعني الناس اللي عاملة مثلا دايت، او حتى اللي مش عاملة دايت، الناس اللي خايفة على نفسها تبعد خالص عن مبيض القهوة. بقى اضراره، اضرار مبيض القهوة، الناس اللي عندها استعدادات للسكر، جسمها عنده استعداد للسكر، يعني ربنا يعافينا بيصيب بالسكر على طول، والعياذ بالله السرطانات، بيعمل انسداد في الشرايين، خطر جدا جدا على الوزن، يعني بيزود الوزن بطريقة كبيرة قوي. غير بقى اضرار تانية، يعني خشوا اقروا واعرفوا ايه مشاكله علشان خاطر يعني تعرفوا ان احنا والله والله بده احنا بنأذي نفسنا. طب ايه البديل؟ في ناس ما تقدرش تستغنى عن، انا بحبه جدا، طيب البديل هنعمل حاجة سريعة جدا حتى لو ما ادتناش نفس الطعم اللي بره بالظبط. هو يعني مبيض القهوة ده كل الموضوع ان هو بيدي للقهوة، هي قهوة بس بيديها مذاق كريمي وقريب من اللبن. طب ايه البدائل بتاعته؟ لو انا مش عايز استخدم النسكافيه ده، ممكن استخدم لبن خالي الدسم، الناس اللي هي ما بتحبش طعم الالبان، ممكن استخدم الحليب المكثف، يا اما بقى يعني تستخدمي مثلا اللبن البودره. انا ما بقولش ان الثلاث حاجات دول يعني صح، بس اضرارهم اخف بكتير من اضرار مبيض القهوه، وده الكلام اللي الدكتور قاله لي، وانا لقيت ان هو امانه ولازم انا اقولها لكم. ربنا ان شاء الله يعني يعافينا جميعا، وانا يعني هسال على الكلام ده لان انا عرفته وواجبي ان انا ابلغه لكم. طب لو احنا عايزين نعمل حاجه يعني طعمها قريب كده من النسكافيه اللي هو الكوفي ميكس ده، تكون الطعم قريب جدا وما فيهاش اي اضرار، بصوا بسرعه جدا الموضوع مش هياخد مننا اي حاجه، بجيب ولا النسكافيه ده اللي هو يعني بعمله لكم بأبسط الامكانيات، مش لازم اجيب البرطمان اللي هو ابو 60 جنيه مثلا ولا الكلام ده كله. تمام اهو خلاص، ده يعني انا هعمل مج واحد بس دلوقتي، وهجيب معلقه من اللبن البودره، احط معلقه من لبن البودره اهو لو حابه تبدل شويه، وبيبقى برده من ضمن مكونات الكوفي ميكس ده سكر بودره، معلقه سكر بودره. ومن عندي انا بقى علشان حاجه يعني بتساعد في ان الطعم يبقى حلو، يعني حاجه بتحلي طعم الكوفي ميكس او القهوه ده، كريم شانتيه. عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه خلاص بلاش، خدوا بس كده معلقه كريم شانتيه خلاص، حطوهم مع بعض كويس قوي. حاسين ان يعني القهوه يعني قليل شويه، على فكره تقدروا تستبدلوا النسكافيه بقهوه، يعني ممكن بدل النسكافيه اللي انا حطيته ده تحطوا قهوه خلاص. مش هو بيبقى شكله كده، عشان انت لما تيجي تفتحي الكيس مش هو بيبقى نفس الشكل كده اهو اهو.
حاجه ما فيهاش اي ضرر، حاجه مضمونه، انا عارفه انا عامله ايه، بعدت خالص عن الماده اللي بتاذيني وبتعمل لي المشاكل. وهحط منه بقى في المج معلقتين، وهجيب بقى اللبن او الميه، انا ما حطيتش سكر لان حتى سكر بودره برضو السكر من المصايب اللي احنا يعني للاسف مش عارفين برضو مدى خطورتها ايه، وما شاء الله كلنا يعني ما بنقدرش ان احنا نعمل كنترول في موضوع السكر ده. بس ايه المشكله ان انا لو هشرب حاجه تكون طعمها قريب من الحاجه اللي انا بحبها جدا بس ما فيهاش ضرر. ربنا يا رب يعافينا جميعا، وان شاء الله اشوفكم.